يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. يقول الصوفية بأن هذا الحديث المقصود بالإطراء فيه أن تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم إله كما قالت النصارى، وما عدا ذلك من الإطراء فجائز كالموالد وغيرها، فهل قولهم صحيح؟ هذا من تحريف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول نهى عن الإطراء وهو الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم، لما قال له بعض الوفود: أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت خيرنا وابن خيرنا. قال: قولوا ببعض قولكم أو قولوا بقولكم أو بعض قولكم، فإنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وهم ما قالوا إلا أنت سيد، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام وخيرنا. نعم هو خيرنا عليه الصلاة والسلام، لكنه خشي عليهم من الغلو فمنعهم، نهاهم عن ذلك. ولما جاءه الصحابة آذاهم منافق، فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. خشي عليهم من الغلو، ما وصلوا إلى أنهم مثل النصارى كما يقول هذا المفتري، ما وصلوا إلى مثل قول النصارى. الرسول يغيث في حياته، يغيث، يقدر يردع هذا المنافق، ولكنه خشي عليهم من الغلو. ولما قال له من قال: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فهو صلى الله عليه وسلم يمنع من الغلو في حقه، ولو لم يصل إلى غلو النصارى بالمسيح. نعم.